السلام عليكم، مرحبا بكم معي من جديد. اليوم غادي نشارك معكم طلبية اللي وجدت لسيدة بمناسبة نجاح وليدتها. هنا طلبت مني كاطو اللي نكتب عليه مبروك النجاح، صوبت ليها دي كاب كيك وبغات لي كرواسون. وديما في اي كوموند كنشوف الحوايج اللي خاصة اني كنزيدهم، بحال انا زدت البيض، جبت الزبدة، ما لقيتش الزبدة اللي مولفة كنخدم بيها، خديت ماماتي، خديت ورق الطهي، وخديت هاد العلب ديال لي كاب كيك، خديت الحجم الكبير، كاين فيهم حجم صغير من هادو. وكنبدا على بركه الله، اول حاجه كنوجد الطاوه، كندهنهم بالزبده وكنلبسهم بابي كويسون، عاد كنطاقل باش كنو كنوجد الجينواز. وهنا بالنسبه للجينواز كنحتاجو 6 ديال البيضات، 6 المعالق ديال السكر، قبيصه ديال الملحه، واحد الخماره حمراء، 9 المعالق ديال الدقيق والفاني. الا ما كانش عندكم هاد الفاني لا السائله غديروا 2 ديال الساشيات ديال الفاني. اول حاجه كنبداو بها كندير السكر مع البيض والفاني والقبيصه ديال الملحه، كنضربهم حتى كيطلعوا مزيان، تقريبا واحد 4 ولا 5 دقائق وحنا كنطلعوا فيهم. هانتوما غتشوفوا الطريقه كامل واضحه في الفيديو. ضروري البنات طلعوا البيض مزيان حتى كيولي بحال هكا بهذه الطريقه اللي كتشوفوا، حيت هذه هي الحاجه اللي كتخلي الجينواز ديالكم ناجحه 100%. هنا غادي نضيف الخميره وغادي نضيف الدقيق على 3 دفعات، يعني غندير 3 المعالق ونخلط وندير 3 ونخلط وندير 3 اللي بقاو ونخلط. كنخلط غير بسباتولا هكا ولا بالفوي، يعني كنخلط من تحت للفوق بهذه الطريقه كما كتشوفوا. والمعالق ما كنعمرهمش بزاف، كنهز معلقه عامره بالدقيق وكنسوسها واحد شويه عاد كنديرها. هنا كندهن البابي ديالي بشويه ديال الزبده، ممكن تدهنوا بالزيت ايضا، يعني نفس النتيجه. كنخوي الخليط ديالي كله في الطاوه، الطاوه عندي القطر ديالها 32 على 35 سنتي. من بعد ما كنخوي الخليط ديالي في صينيه الفرن كنقاد الوجه ديالو بهذه الطريقه هذه. هنا كنكون مشعل الفران على 170 درجه، النار من الفوق ومن التحت كما كنقول لكم ديما، حيت انا عندي فران ديال الضو كنشعلو من الفوق ومن التحت. الا كان عندكم فران ديال الغاز غطيبو فيه كما كطيبو اي كيكه عاديه كتوجدوها في الدار. هنا كنخبط الطاوه مع الطبله، كنخبطها واحد شويه بهذه الطريقه، غادي ندخلها الطيب وغادي نوجد جينواز اخرى، لان السيده طلبه مني البنات كاطو كبير الوزن ديالو 3 كيلو، غادي نوجد 3 ديال الجينواز بنفس الحجم اللي شفتوني وجدت بيه الجينواز الاولى. وهنايا وجدتهم بثلاثه، غادي نوريكم الجينواز كيفاش كتجي، صراحه كتجي زوينه بزاف.
الا طلعتوا البيض كما قلت لكم في الاول طلعوه مزيان كتنجح معكم الجنواز 100%. وندوزو لتحضير الكريمه، غادي نحتاج نصف لتر من الحليب، وغادي نحتاج 4 معالق كبار ديال السكر، معلقه كبيره ديال الكاكاو، الكاكاو المر، 5 ديال اصفر البيض، ومعلقه من الفاني، ممكن تعوضوها بساشي ديال الفاني، و250 غرام ديال الشوكولاته اللي كيكون من نوع جيد. هنا انا خديت شوكولاته بالحليب. كتاخذوا الحليب وكديروا معاه نصف كميه ديال السكر وكديروهم فوق النار. وهنا انا استعملت الجيلاتين اللي نتوما ممكن تعوضوه بملعقه كبيره ديال النشا. كندير الجيلاتين في الماء البارد وكنخليه جانبا. كناخذ اصفر البيض وكنضربو مع السكر والفاني، كنضيف عليهم الكاكاو، واذا ما استعملتوش الجيلاتين في هذه المرحله غادي تضيفوا معلقه ديال المايزينا. وهنا من بعد ما كيغلى عندنا الحليب كنضيفه على خليط البيض والكاكاو، وكنعاودو نرجعو الخليط على النار حتى كيعقد. ملي كترجعو البنات الخليط فوق النار ما كتخلوهش بزاف، كنبقاو نحركو حتى كنشوفوه جاي يطلع، يعني جاي الخليط باش يغلي، وكنطفو عليه العافيه وكنحطوه يبرد. وهذا هو القوام ديال الخليط كما كتشوفوا، ما كنخلوش يطيب بزاف. هنا كنضيف عليه الجيلاتين، الا درتو مايزينا ما كديروش الجيلاتين. هنا كنضيف الكميه ديال الشوكولات كما قلت لكم، الشوكولات يكون نوعيه جيده، وانا هنا درت الشوكولاته بالحليب. كنخلو الكريمه ديالنا تبرد مزيان وكندخلوها للثلاجه اقل مده في الثلاجه ساعتين. غادي ندوز باش نحضر الكرواسون. هنا عندي كيلو ديال الدقيق، 150 غرام ديال الزبده سبيسيال او زبده من نوع حيواني، عندي 4 معالق ديال السكر اللي هي 80 غرام، معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، ومعلقه ديال الملح، وهذا نوع الدقيق اللي استعملت. غادي نعجن المكونات ديالي كلهم بالحليب وغادي تتبع معايا المراحل. كتعجنوا المكونات ديالكم، ممكن تعجنوهم بيديكم الا ما كنتوش كتوفروا على العجانه. العجينه ديالي كتكون بهذا القوام هذا، غادي نخليها ترتاح وغادي ندوز باش نوجد الزبده ديال الطوراق. من بعد ما كنسرح العجينه شويه كندخل فيها الزبده. طريقه تحضير الكرواسون شفتوها معايا في فيديوهات سابقه، انا هنايا غادي نسرع الفيديو باش ما يجيكمش طويل بزاف. وملي كنسالي لي تور ديالي كنحط العجينه وترتاح، غادي ندخلها للمجمد وغادي نخليها تقريبا ساعه عاد باش غادي نجبدها ونسرحها. هنايا وجدت خليط الكيك او الكاب كيك، الوصفه غادي تشوفوها دابا في الرابط فوق. هاد الوصفه اللي حطيت لكم سابقا دوبلتها على 3 باش يلا عطاتني 20 كاب كيك. دوبلت الخليط لانني خديت قوالب ديال لي كاب كيك خديتهم كبار بزاف، الا خديتو الصغار يعني عجنه وحده غيتكفيكم. ساليت من لي كاب كيك دخلتهم للفران يطيبو، وجبت عجينه الكرواسون سرحتها
وهنا غادي نبدا نقطعها. بعد ما كنقطع العجينه ديالتي على شكل مستطيل كنعاود نقطعها بهذا الشكل هذا باش كتعطيني مثلث. كنجمع المثلثات ديالي كندهم في صينيه او في بلاطو وكندخلهم يباتوا في المجمد حتى اليوم الثاني، او تخلوهم حتى النهار اللي غتبغوا تستعملوهم، النهار اللي غتبغوا تطيبوهم. بهكذا كتسهلوا عليكم الخدمه، يعني كتوجدي العجينه من قبل، كتقطعيها كتوجدي كامل المراحل ديالها وكتحطيها في الثلاجه حتى كيبقى لك غير الطياب. ملي تبغوا تجمعوا العجينه بهذه الطريقه هذه خصها تكون بارده، ما تكونش سخونه وكتلصق، لان الا كانت سخونه يعني غادي تلصق لكم، ما غاديش تبغي تحل لكم اللي غتجبدوها في النهار الاخر. خصها تكون بارده باش ملي تحطوا وحده على وحده ما تلصقش. من بعد ما كتبرد لي الكريمه مزيان كندوز باش نكمل باقي المراحل ديال الكاطو. يعني هنا عندي الكريمه واجده وعندي الجينواز واجده، غادي ناخذ الاطار غنلبسو بالسلوفان بهذه الطريقه هذه. علاش كنلبسوه هكايا؟ باش ما يبقاش يتحل ويتسد، لان كما كتعرفوا هذا الاطار كيتزاد وكينقص، وانا بغيت يجيني في العبار ديالو 30 على 30 سنتي، يعني ما بغيتوش يتزاد ولا ينقص. كنقطع الجينواز بحجم الاطار. هانتوما شوفوا الجينواز كيفاش كتجي، تبعوا المراحل، تبعوا التعليمات اللي قلت لكم وتبعوا كاع المراحل اللي وريتكم، غتجيكم ناجحه بهذه الطريقه هذه. وكنحضروا السيرو اللي صايبته بكاس كبير ديال السكر، كاس الا ربع ديال الماء، قطره من الحامض، وكيس ديال الفانيلا. كنخلو الكل يغلي فوق النار مده 10 دقائق، ومن بعد كنسقيو به الجينواز. هنا كناخذ الكريمه من بعد ما بردات كنديرها في الطبش وكنديرها فوق الجينواز. من بعد ما كنقاد الكريمه بهذه الطريقه كندير طبقه اخرى من الجينواز وكنسقيها بالسيرو، وكنعاود ندير طبقه اخرى من الكريمه د الشوكولات، وكنعاود ثاني ندير طبقه اخرى من الجينواز. وهذه اخر طبقه ديال الجينواز كنسقيها بالسيرو. ودرت واحد الكريمه اللي ما صورتهاش لان كان تليفوني عامر بزاف ما قدرتش نصورها. درت تقريبا كاس كبير ديال الحليب، معلقه ديال النشا، ومعلقه ديال السكر، درتهم فوق النار حتى غلاو مزيان، وضفت عليهم الشوكولا غيش، شوكولاته بيضاء. درت الشوكولاته تقريبا 150 غرام ديال الشوكولات، وكانت هي اخر طبقه الكاطو ديالي درتها بيضاء باش نقدر نكتب عليها. هنا في اليوم الثاني جبت العجينه من المجمد، كنخليها واحد شويه تطلق، يعني ما كنخليهاش بزاف، كنخليها واحد 10 ديال الدقائق تقريبا. كنبدا نحلها بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا، كنحلها وكندير واحد الفتيحه صغيره وكندير الشوكولات وكنبقى نرولي الكرواسون ديالي. كنخليها تخمر تقريبا مده ساعه او ساعه ونصف على حسب الجو، على حسب الجو،
الا كان الحل بارد راه كتحتاج وقت اكثر، الا كان الحل سخون راه ساعه كافيه. كندهنها باصفر البيض طبعا والكريمه او الحليب، وكندخلوها للفران اللي كيكون مسخن مزيان من قبل، من الاحسن يكون الفران على 200 درجه. وكناخذ عجينه الشوكولاته، انا الوصفه كنت نزلتها لكم سابقا في القناه، غندير بها اشكال قبعات ورسائل ديال التخرج، وهما باش غادي نزين لي كاب كيك اللي صاوبت معاكم. لضيق الوقت البنات انا وجدت كل شيء دغيا، والتصوير كان عندي مشكل في التليفون اللي كان عندي عامر بزاف، يعني اضطريت نمسح بعض الفيديوهات اللي كانوا عندي في التليفون باش نصور لكم الشكل النهائي، يعني اسمحوا لي ما صورش لكم المراحل كاملها. وهذا هو الشكل النهائي ديال لي كاب كيك. هاد الحفله كانت الوليدات في العمر ديالهم بين 5 و 12 سنه، يعني وليدات صغار. الكرواسون ديالنا من بعد ما طابو دهنتهم بالناباج ودرت عليهم اللوز. واخر حاجه كندوز لتزيين القالب الغاطو اللي كيكون كبير اللي غنكتب عليه مبروك النجاح. هنايا وجدت كريم ديبلومات، هو باش قديت لي كاب كيك، هو باش غادي نكمل التزيين ديال الغاطو ديالي. كنزين جوانب باللوز، اللوز إيفيلي اللي حمرته في الفران. المهم التزيين كيبقى ديما على حسب المتوفر عندكم وعلى حسب كل وحدة والإبداع ديالها. هنايا كنكتب مبروك النجاح أو نجاح مبروك. كنزيد هنايا خطيطات ديال الشوكولاتة اللي كنديرهم فوق ورق الطهي وكندورهم، ملي كيبردو كيعطونا هذا الشكل هذا. ونتمنى يعجبكم فيديو اليوم وتستفدوا منه ولو شوية. وصلنا لنهاية الفيديو، إلى فيديو قادم إن شاء الله.